السلام عليكم يا هلا وغلا حيهم علومك مساكم طيبين كم واحد عسى الله يحفظهم يكلموني ها وين الفيديو وين الفيديو يعني الامور هذه تشجعني واسال الله منه وكرمه ان يوفقنا لنفعكم بما وفقنا رب العالمين ترى فضل الله اول واخره وتقبلها طاعتكم عسى الله يجعلنا واياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك الذي يعني سبحان الله حيموت يعني قمض فتح راح الحين نطلب من الله ان القبول مو والله صمنا والله راح رمضان بعض من الناس يسوي يهول على بنا شنو يعني طقت رمضان راح وحزين لا تحزن انك شنو ان راح ذهب رمضان رمضان يذهب ويجي غيره وغيره وغيره ولكن هل خرجت منه وانت معتوق من النار رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش نسأل الله السلام يعني الله لا يجعلنا وياكم والدين جوس منهم ويرحم كل من توفى رب العالمين قبل صيام هذا الشهر المبارك ويرحمه برحمته ويتقبل منا ومنكم سائر الأعمال اللهم من رب العالمين يعني ذهب رمضان ما يوقف العبادة العبادة باقية إلى أن تغرغر الروح يعني فالقيام ما يوقف قراءة القرآن ما توقف ركزوا على كلامي يا أخوة الصيام ما يوقف الأعمال الصالحة كلها ما توقف هو شهر صحيح وفيه يعني تتزايد الحسنات والأمور هذا ولكن لا ذهب الشهر هذا ما يوقف شيء رحمة رب العالمين أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى فعسى الله يتقبلنا وإياكم والدينا وجميع المسلمين يرحم موتانا وموتى المسلمين يجعلنا وإياكم معتقين من نار الله من رب العالمين الحين راح أرسل لكم تصوير بإذن الله بعد الفيديو هذا بس خليني أشرح لكم شو اللي سويت أنا مع الطير بإذن الله يعني يوم أني شفت وضع الشكل الأمر سهل وما هو شيء مطول ولا شيء يعني شيء بسيط اللي استخدمته ضبطت الامور فيه مربسين حجم 10 قبل عفف ساعة ومع ولا خلصت من العفف كنت احط عليها كريم من المستشفى نفسه يجي بعلبة اكيد مر عليكم ولكن اقرب ماله شنو فسيدين اللي هو بسد اقرب ماله يعني اقرب 90 الى 95% انه هو نفسه بالضبط لان هم مضاد يوم يعني هذا قال الدكتور هذا مضاد عرفت انه شنو هو نفسه وسد فصار شغلي شنو مرتين ادهن كف مكف فخذ الطير لانه صار صوبين الحين راح تشوفون التصوير باذن الله تشوفون شلون باقر الفخذ من صوبين يعني صوب المني والمني صك عليه ركزوا يا اخوان الحين تشوفون حتى الحجل نصيحه اخو اللي رابط ارضي مو الطلق اذا كان سبق حجلك نفس هذا فكه وركب حجل صغير ولا خله من غير حجل للموسم لا جاء نقل الطيور عسى الله يحفظهم يوم الموسم ركب العادة الحجل اللي قلت عنه الصغير ما عليه كلام ومضبوط وما يرتفع فوق ولا شيء أنا جربته الموسم هذا يعني ركبته مو شرط يعني من مثل ما قلت يعني عشان تقول دعاية ممكن ولا شيء أنا لا زكيت أحد والله أشوف أول شيء فادته الطيور اللي عندي هذه الساعة أعلن وأنا مطمن لأن ركزوا يا أخوان الإعلان ما جامل في الله أحدا واحد ما زكي حالي بالكلام هذا ولا أعلن عشان والله شو اسمه أراضي فلان على حساب الناس لا لا والله وبالله وتالله كثير من يبين يعلن ما أعلن إلا شيء مجربه جربته أعلن وأنا ثقة بإذن الله والشي اللي يقوله ترى أنا مسويه قبل لا أتكلمه أنا ما زكي حالي بالأمر هذا فضل الله علي ونحمد الله ونشكر على ذلك نسأل الله يزيدني إياكم فضله فاللي حصل مرتين أدهن اللي هو كف فخذ الطير وقضى علف مربسيل نص حبة 5 أيام مربسيل رقم 10 إذا أخذت 20 اكسرها نص تصير على يومين عرفت تعطي وبعد ساعة أعطى علف ولا أمور طيبة 5 أيام بس عطيت مربسيل بعدها استمريت على علاج اللي هو الدهان هذا يمكن والله الله العالم 10 أيام أو أكثر بعدها تركت الطير على وكره ومرة طيبة مع أخلاف وفرعته وخلته فرع وما عليه أي مشكلة بإذن الله لين سبحان الله ترى التم وتسكر الجرح الدكتور قال ما يحتاج خياط أنا قلت له يحتاج خياط قال لا ما يحتاج خياط قلت الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله يفتح ويمسك وهذا هذا اللي فضل الله طمني ان الاعصاب ما فيها شيء يوم الطير يمسك وامور طيبه فضل الله يعني الجرح شنو كان بس انه شال مع انه والله حنشوفونه يعني مو سهل ولكن فضل رب العالمين يا الله من فضلك سلم رب العالمين الطير ولا الحين عندي شيانه الشيخه عسى الله يبارك لنا ويسلم ولكن امسك
يعني لا قدر الله صار معاك بربطة ولا غير ربطة، أمر مع الطير جرح ولا شيء، طبق اللي قاعد أقول أنا وبإذن الله يسلم طيرك والأمور طيبة. ترى قبلها جلاد الجير الشاهي القرناس اللي عندي، قبلها دشوا على حسابي باليوتيوب نزلوا وأظن 100% بالإنستغرام بعد يوم طيح بالنفط والزيت يمكن قبل والله ناسيها بالضبط، موجود بحسابي منزلها. شو اللي سويته معه؟ قسما بالله يا في شلخ خياط ما خيطته، ما شاف المستشفى اصلا ابو اسد. هذا مو تو ترى قاعد استخدمه من زمان، من عرفنا فضل بالعلم واستخدمته من فضل الله طبعا، والله بنى الريش وضبط، حتى منزل من الى حسابات تلقاها موجودات باليوتيوب وبالانستغرام. هذا الحمد لله يحفظه، مو مثل سناب 24 ساعه ويروح، ولكن انا اي تصوير قاعد ارسله هناك ينحفظ، خاصة اليوتيوب مو انستغرام، حتى انستغرام والله مهمله شوي، قاعد ادز بالستوري بس. عسى الله يوفقنا وينفع بما نقول ويوفقنا وياك جميعا ويسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق القراب الهوك وقف رجل الشياحين فوق، هو مبين عليها بس هو قمت تربى رجل هاي وشفت الوضع قلت أكيد عندها مشكلة، طالع يا جماعة ممكن في حفاة ممكن في شيء ممكن يا رب لك الحمد لله. يوم مسكتها ورقعتها من الوضع شلون داش؟ عندي بسارة حاجة دي نضبط الأمر بالله صلى عليه، أنا سبحان الله ما جاء على بالي أن أسبح فوق الحجر، أطالع 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 أشوف كفة طيب من تحت ما في شيء، لو شفت من الربع طالع شيء من بالي تحت نمسك أول الحجر، والله راح عن بالي سبحان الله، حصل العافية يا شبيه يا رب.